أثناء قيام أفراد الشرية الإقليمية لأمن الطرقات للضرك الوطني بوهران بخدمة مراقبة وتفتيش بالتاريخ الولائي رقم 35 الرابط بين بلديتي واد تليلات والبرية، قاموا بتوقيف شاحنة تبريد نوع كيا كانت متجهة من بلدية واد تليلات نحو بلدية البرية على متنها 700 كيلوغرام من اللحوم البيضاء متمثلة في دواجن وأحشائها، كانت موجهة للتوزيع بمدينة وهران. بعد التنسيق مع مصالح البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة لولاية وهران تبين أن هذه الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري.